الله. نشكركم تخت شرق الموجود معانا النهارده في حلقتنا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بولادها المخلصين، ومصر جميله دايما بقوتها الناعمه عبر التاريخ عبر الفن. الفن بقى بمشتملاته سواء فن الغناء او الفنون التشكيليه او الفنون الشعبيه او عبر الادب او حتى عبر المراه المصريه اللي كانت طول عمرها سند للرجل ووقفت معاه جنبا الى جنب في كل الاحداث السياسيه والاقتصاديه. النهارده بنحتفي مع نخبه منتقى في كل المجالات الفنيه والادبيه للتعبير عن مصر الحقيقيه، مصر الجميله بقوتها الناعمه اللي مش ممكن ابدا تفقدها باذن الله، لان مصر ولادة. سعيدة النهارده يكون معانا صحبه جميله، لكن الاول برحب بطارق. اهلا بيك يا طارق. اهلا بيك يا نهله، ومساء الخير على حضراتكم. وبالتاكيد يا نخبه منتقاه، وبشكر كل فرد في ضيوفنا النهارده اللي شرفونا في مصر جميله. حقيقه كل شخص منهم بيمثل دور ونوع من انواع الفنون، وخليني يعني ما كنتش اكون صريح مع حضراتكم انه السعاده النهارده في شكل الالوان اللي موجوده عندنا في الحلقه النهارده. خلوني ما اطولش، خلينا نتعرف على ضيوفنا يا نهله ونبدا معهم الحوار سريعا. اهلا بحضراتكم، بنرحب بالشاعر القدير عبد العزيز جويده. اهلا بحضرتك معانا، منورنا يا فندم. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وخير. والى جواره الفنان القدير، سواء بدايته مع الفنون الشعبيه ثم التمثيل والانتاج وغيرها من المجالات الاخرى، الفنان سيف عبد الرحمن. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك، استقبال كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وخير. منورنا ايضا دكتور اشرف عبد الرحمن، الاستاذ باكاديميه الفنون. اهلا بحضرتك دكتور اشرف. والى جوارك الجيل الجديد من الشباب المبدعين، المطرب مصطفى النجدي. اهلا بك يا مصطفى. وعلى يمينك بقى طارق. على يميني طبعا الدكتوره ناهد عبد الحميد، والناقده ومديره ملتقى الهناجر الثقافي. الحقيقه مجموعه من الموضوعات المهمه اللي بتناقشها في الملتقى بتاعها، هنعرف اكتر ايه هي الموضوعات دي. اهلا بحضرتك يا دكتوره، منورانا. وبرحب بالدكتوره منى الوكيل، عضو المجلس القومي للمراه، ودور مهم للمراه وفعال. دكتوره منى اهلا بحضرتك ومنورانا. اشكرك. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. الحقيقه مش عايز افوت اللحظه دي. استاذ عبد العزيز جويده شاعرنا الكبير، هاخد من اخر حاجه انت كتبتها، وتاثرت جدا بالمشهد اللي كل المصريين الحقيقه اللي كان رقم واحد على مستوى التواصل الاجتماعي كله، وهو القبض على هشام عشماوي. وده ليه ثأر عند كل واحد من المصريين، مش عند الداخلية أو قواتنا المسلحة بس. قول لي كتبت إيه، وعايز أسمع من حضرتك. نبدأ بفخرنا وعزنا في مصر. طبعا يعني شعور من الفخر والعزة. نعم. حقيقي لنا الحق إن احنا نفتخر فعلا بقواتنا المسلحة. صحيح. بخيارتنا السياسية، عندنا حاجات كتيرة جدا في حياتنا حلوة، ممكن لو حطيناها كده، مش عايزين ننظر دائما إلى نصف الكوب الفارغ. نعم. بجد والله. نعم. هذا الحدث تحديدا ترك عظيم الأثر في نفوس كل المصريين، المصريين الحقيقيين. لأن طبعا موضوع زي ما بيقولوا عندنا في البلد طار بايت. طار بايت. ودايما كنا بننادي دائما وأبدا ان احنا مش هنقبل العزاء في الشهداء، لان دول كل ولادنا واخواتنا اللي ضحوا بارواحهم عشان احنا نقعد القعده دي، عشان النيل يجري زي ما هو كده، عشان مصر تبقى في كل هذا القلق وكل هذا العبق. في ناس بتحرسنا وفي ناس بتحمينا في اللحظه اللي احنا قاعدين هنا، ناس على الحدود احنا مش شايفينها. الناس دي بتدينا كتير جدا جدا، هم راحوا عشان يهبونا الحياه. مش هطول كتير قوي على الموضوع ده، وهقول جزء من القصيدة بتاعت قفها هنا يا أيها التاريخ، قفها هنا يا أيها التاريخ، وابدأ بنفسك لحظة التأريخ. مصر الجديدة تستعيد شبابها، والدهر يبلى والسنين تشيخ. قفا هنا يا أيها التاريخ، واذكر بفخر أنهم أولادي. أنا مصر، أنا مصر عدت إلى الحياة مجددا، دون بنور ثورتي ميلادي. وانظر إلى الأفق البعيد فإن بدت رأس تدلت إنه جلادي.
هذه قناديل تضيء طريقنا بدمائهم، فرشوا الشموس على جبين الوادي. يا قاتلي يا قاتلي لا رحمة منا ولا، يوما ستبرد نارهم بفؤادي. زهرات عمري كيف قد قطعتها، وبأي حق قد قتلت جيادي. أنا مصر، أنا مصر ما يوما غفرت لخائن ويموت غيظا دائما حسادي. أنا مصر، أنا مصر أثأر دائما لكرامتي، والكل يعرف عزتي وعنادي. شهداؤنا، شهداؤنا نار بقلبي، إنما أجلت حزني بينكم وحدادي. الثأر، الثأر أول ما نريد، وبعده كل يغني خلف هذا الحادي. شهداؤنا، شهداؤنا يا تاج عز في السماء، شهداؤنا يا تاج فخر فوق رأس بلادي. الله 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 الله. يعني القوة الناعمة اللي بنتكلم عنها، قد إيه الشعر المصري ممكن يعبر عن فخر مصر، وكمان الفن المصري أكيد بيعبر عن ده. وأستاذ سيف، حضرتك يعني قمت بالعمل جنبا إلى جنب مع فنان قدير رحمه الله يوسف شاهين، ألف رحمة الله، على مدار سنين طويلة حتى توفاه الله، وأنت بجانبه سواء تمثيلا أو إنتاجا. طبعا وأنتجتوا مع بعض مجموعة رائعة من الحمد لله الأفلام. بس أنا عاوز أتوقف حالا عشان الأستاذ عبد العزيز قال يعني الغنى، فأقول علي صوتك بالغنى. أيوه أيوه. فيلم المصير الله، وأخو الخليفة اللي قال إن الأفكار لها أجنحة، أجنحة محدش يقدر إنها توصل للناس، وهو اللي كان عاوز يجدد الخطاب الديني. طبعا اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي عشان ننطلق لمصر الجديدة اللي بيتكلم عنها الأستاذ عبد العزيز. إن شاء الله إن شاء الله. نتوقف عند هذه المحطة ودور السينما المصرية كقوة ناعمة كانت بتخاطب العالم العربي والعالم الخارجي، وقدرتوا توصلوا لكان، وقدرتوا توصلوا ليعني مهرجانات دولية وتحصدوا جوائز. فعلا مصر ولادة، وفعلا مصر مبدعة وخلاقة، وحقيقي ربنا حبانا بيها، وادانا زي ما ادانا شمس حلوة ونيل جميل، ادانا ابداع، ادانا فنانين، ادانا حياة يعني. والسينما، السينما لسه سحر عظيم عظيم عظيم، والحمد لله يعني قدرنا نوصل لجميع مهرجانات العالم. اخذنا في برلين جائزة اسكندرية، ليه اخذنا في كان الجائزة الخمسينية اللي مش هتكرر بعد 50 سنة على فيلم المصير، اخذنا في قرطاج الجائزة الأولى في فيلم الاختيار، فيعني وفي فينيسيا كان نور الشريف مرشح الأحسن ممثل في فيلم حدوتة مصرية. كل ده الحمد لله شاهين وأنا كنا أصحاب من يوم ما عرفنا بعض لغاية آخر يوم في حياته، ما سبناش بعض، كنا مع بعض يوميا على الحلوة والمرة والنجاح يعني ألف رحمة نور عليه. كان فعلا بيحب بلد بجد، وكان مصري بجد، وتعرضت عليه جنسيات تانية، رفض كل ده لأنه حبا في أرض مصر، في نيل مصر، في شعب مصر. شعب مصر شعب عظيم، وربنا حقيقي حمانا، وذكر ده في القران، وذكر ده في كل الدنيا، فاحنا ما نخافش من حاجه خالص. حتى لو عمرو سد اثيوبيا ربنا هيبعت لنا ميه، عشان ربنا اعظم من كل الناس. عشان كده استاذ سيف، الفن بتاع حضراتكم بيعيش وبيؤرخ من اهم 100 فيلم في السينما المصريه. السينما المصريه بقى لها 100 سنه. نعم. وعندنا طبعا اهم 100 فيلم فيهم افلام مصريه كتير، ابداعات كتير، وكان من ضمنها افلام للراحل يوسف شاهين بكل الحقيقه النجوم اللي كان بيقدمهم. كان من حظي ان انا كنت موجود. نعم. في كل. نعم. خليني اتوقف مع حضرتك في نشوف محطات حياتك بتقرير مع الساده المشاهدين، ونرجع مره ثانيه عشان نكمل حوارنا مع الفن والموسيقى. اشكرك دكتور اشرف ونجمنا الكبير مصطفى النجم، اتفضلوا يا فندم. الفنان سيف عبد الرحمن ممثل مصري من مواليد 17 مارس، درس في كلية الآداب قسم التاريخ،
عمل بالفرقة القومية للفنون الشعبية، واكتشف المخرج يوسف شاهين فأسند إليه بطولة فيلم فجر يوم جديد أمام سناء جميل في نهاية الستينات. شارك الفنان سيف عبد الرحمن في الكثير من الأعمال، منها الاختيار، العصفور، اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، المصير، سرقات صيفية، كونشيرتو في درب سعادة، يوم ما تقابلنا، وفيلم بدون رقابة. الفنان سيف عبد الرحمن اشترك في العديد من المسلسلات في التلفزيون، منها الإمام الغزالي، فرقة ناجي عطلة، نابليون والمحروسة، والسيت كوم الباب في الباب. تانية مع حضراتكم، وبنتابع الحقيقة كلامنا اللي أنا بشوف أنه مهم جدا عن تاريخ الفن وقوة مصر النعمة اللي أثرت منذ يعني قرون طويلة جدا، مش في مصر بس لكن في الوطن العربي ويمكن كمان في أفريقيا كلها. دكتور أشرف، برحب بيك الأستاذ بأكاديمية الفنون والموسيقى المصرية والشغف عند كل الناس والتاريخ اللي سابته أو سابه عظماءنا من الفنانين الكبار زي الأستاذ عبد الحليم حافظ، الأستاذ محمد عبد الوهاب، السيدة أم كلثوم. ما زلنا بنعيش على هذا التراث، وده الأساس القوي اللي بيتبني عليه الفنون. شايف الفنون إزاي وتقدر تقول إيه الأجيال كتير ما تبعتش الوقت ده؟ طبعا احنا خلال القرن العشرين كانت مصر هي تمثل أقوى قوة ناعمة على مستوى الوطن العربي، وكل الوطن العربي تأثر حتى باللهجة المصرية من خلال السينما ومن خلال الأغاني. يعني إلى هذه اللحظة كل الوطن العربي بيعشق اللهجة المصرية بسبب الفن. صحيح. يعني الفن كان هو الأساس. صحيح. في الحقيقة لما لو اتكلمنا عن الغنى نقول أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، محمد فوزي، فريد الأطرش، كل هؤلاء استطاعوا أن هم يحققوا بالفعل، يعني يجعلوا مصر هي، يعني مش عايزين نقول في السينما هوليود الشرق، لا، هي فعلا أساس الموسيقى والغناء في على مستوى العالم. لو اتكلمنا عن القوة الناعمة كأغاني، حتى الأغنية الوطنية لعبت دور كبير جدا في التأريخ لكل الأحداث السياسية اللي مرت بها مصر منذ ثورة 19 إلى هذه اللحظة. وطبعا بعد 52 مرت مصر بأحداث سياسية متلاحقة كثيرة جدا، حتى وقت الهزيمة كانت الأغنية كانت بتصاحب هذا الألم وهذا الجرح، واستطاعت إن هي كانت بمثابة الاستعداد. الاغنيه لعبت دور كبير جدا في الاستعداد ل 73. لما نسمع عد النهار، اما نسمع طول ما املي معايا وفي ايديا سلاح، اما نسمع احلف بسماها وبتربها، كل هذه الاغاني استطاعت ان هي تمهد لانتصارات 73 العظيمه. فالاغنيه في الحقيقه يعني ليست الاغنيه الوطنيه فقط، ولكن الاغنيه العاطفيه ايضا مرت بمراحل الى ان وصلنا بقى لاغاني المهرجانات واغاني اغاني اللي احنا بنسمعها دلوقتي. اعتقد ان هي فتره هتمر سريعا. بالتاكيد. عايز اقول ان هي لعبت دور كبير ايضا في تنميه الذوق العام وحتى احساس الحب الحقيقي الطاهر، غير اللي بنشوفه دلوقتي في يعني اغاني طبعا مش استحي ان انا اقول كلماتها. يعني كان في حتى في الاغاني تكريم للمرأة. نعم. العيون. الغدا دلوقتي يقول لها هاتي بوسه يا بنت والحاجات دي. حاجه اسمح لنا نشوف مصطفى، اسمح لنا يا دكتور. يعني انت بتمثل اي نوع من الغناء؟ انت بتحب اي نوع من الغناء؟ الغناء اللي بيتكلم عنه الدكتور اشرف ولا الغناء؟ طبعا لا، هو مفيش غير ده. طب سمعنا على طول. انا عايز اقول حاجه نهله كمان، مصطفى النجدي من الجيل بجد اللي الواحد يفتخر بيه، نجم من نجوم الاوبرا، ليه مستمعين وليه جمهور الحقيقه، وصوت اكتر من رائع. وخلينا كده نبدا معاك بحاجه مصطفى من فضلك، وبعد كده نعود للحوار. يلا نقول امان عليك. جميل. لو عايز تقوم معاك اتفضل. يلا اتفضل.
الأمان علي يا ليل طويل وهات العمر من الأول أمان علي يا ليل طويل وهات العمر من الأول بحبك دي وقلبي سعيد بحبك دي وقلبي سعيد يا ريتني عشقت عم نور الأمانة أمانة 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 يا ليلي يا ليلي يا ليل طول على العشاق وقول للفجر ما يبانشي يهون العمر على المشتاق وسعي القرب ما تنشي يا ليل طول على العشاق وقول للفجر ما يبانشي يهون العمر على المشتاق وسعي القرب ما تنشي يغني يا ليل يا على السهرة ترد علي نجوم الليل تقول له كمان من الأول أمانة أمانة مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير أطباء جراحة التجميل استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.
رجعنا لحضراتكم من جديد وسهرة فنية ثقافية بامتياز. ونروح بقى للنص الحلو، هو قاعد على الجنب اليمين لكن موجود معانا وشخص بقوة. واحب اسال دكتورة ناهد عبد الحميد، باعتبارك يعني مدير ملتقى الهناجر الثقافي، انا عارفة دايما ان مركز الهناجر يعني هو منارة واشعاع ثقافي، بيقدم لنا وجبة دسمة جدا في رمضان بشكل خاص وعلى مدار العام. نتكلم عن الوجبة الثقافية الدسمة والمحترمة اللي قدمتوها على مدار رمضان. الحقيقه طبعا مبسوطه جدا ان انا وسط القوى الناعمه المصريه بكل انواع غناء وموسيقى والشعر واعلام رائع، اعلام مصري جميل. بالنسبه للقوى الناعمه المصريه اللي اساسها الثقافه ووزاره الثقافه وقطاع الانتاج الثقافي ومركز الهناجر للفنون، الحقيقه العام ده كان عام متميز جدا بالنسبه لوزاره الثقافه على كل قطاعاتها. احنا عندنا، هتكلم عن القطاع اللي انا بنتمي ليه، قطاع الانتاج الثقافي. السنه دي كان عندنا في ساحه الهناجر، جوه الهناجر وبره الهناجر، كان عندنا رمضان زاخر جدا من يوم 6 رمضان ل 20 رمضان. خيمه هل هلالك، الخيمه الرائعه اللي كانت مليئه، ليله كبيره، والفنون الشعبيه والسيرك القومي والحفلات احتفال العاشر من رمضان. والحقيقه وملتقى الهناجر الثقافي كان له دور الحمد لله كان مهم جدا في جمع نسيج الوطني وجمع الجسد المصري على منصه واحده، منصه ملتقى الهناجر الثقافي. وكان معانا الانبا ارميا، الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي الارثوذكسي، كان معايا الاب جريش وهو الحقيقه يعني متحدث الرسمي عن الكنيسه الكاثوليكيه ومجلس كنائس مصر. كان معانا طبعا الازهر ممثل في الشيخ مظهر شاهين، وكان معانا طبعا شاعرنا الكبير عبد العزيز جويده اللي مشرفنا ومنورنا دلوقتي. وكان احلى اعتقد امسياته كان معايا دكتور اشرف عبد الرحمن كناقد فني، الحقيقه يعني كان بعنوان اعتقد راقة لكل المصريين، رمضان ومحبه الاوطان. فكانت محبه الاوطان كانت ظاهره جدا من خلال مركز الهناجر، سواء في الساحه بره او على مسرح او على خشبه المسرح داخل الهناجر. فالحقيقه قوه مصر الناعمه كانت هذا العام موسم 2019، موسم رمضان 2019، كان له دور كبير جدا. وكان الحمد لله في رمضان كلنا جالنا هذا الخبر السعيد وهو القبض على هذا الخائن عشماوي. الحقيقه ده الحدث الاهم اعتقد في الكام سنه اللي فاتوا، واللي احنا كلنا اصبحنا يعني القامه وصل لعنان السماء بسبب هؤلاء الابطال. واحنا كقوه ناعمه ماشيين بخط موازي مع القوى الخشنه، واعتقد ان احنا زي ما كلنا متجمعين كده بنناقش الفكر بالفكر، بنحارب كل الافكار المتطرفه، الافكار الارهابيه، بنحاربها من خلال جلساتنا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، من خلال كل مؤسسات الاعلام طبعا المصري اللي له دور عظيم جدا الحقيقه، اللي هو بينقل كل فعاليات الوزارات المعنيه بالجانب الثقافي والجانب الفكري. فالحقيقه الكلام عن القوى الناعمه ومعانا فنانين، وانا الحقيقه مبسوطه جدا مع الفنان العظيم سيف عبد الرحمن. الحقيقه بتشرف بوجودي مع حضرتك النهارده وسط الباقه الجميله من الحمد لله سهره رمضانيه جميله. الحقيقه ملتقى بيصنف في مصر من الملتقيات رقم واحد تقريبا لشده التنوع اللي بتقدمه الموضوعات الحقيقه في ملتقى الهناجر مع الدكتوره ناهد عبد الحميد. خليني انتقل للدكتوره هنا الوكيل عضو المجلس القومي للمراه. كان ليكم فعاليات كتير الحقيقه في رمضان، و دور مهم لعبته المرأة مش على الفترة اللي فاتت بس، على تاريخ مصر كله، سواء حتى في الفنون أو في الحياة منذ ثورة 25 يناير. دكتورة منى، كلمينا من فضلك عن البرامج اللي قدمتوها في المجلس القومي للمرأة في رمضان. طبعا مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. وأنا سعيدة جدا وفرحانة جدا باللي حصل في الحدث الأخير اللي هو القبض على العشماوي ده. طبعا أنا بشكر عليه السيد الرئيس، وكلنا رفع راية مصر وخلى كل المصريين هامتهم مرفوعة. المجلس القومي للمرأة ليه دور كبير جدا في مصر في توعية والإرشاد والتثقيف لكل السيدات المصريات من أول ما ابتدأ المجلس القومي للمرأة، وكان هدفه الأسرة المصرية وليس المرأة فقط، هدفه استقرار الأسرة المصرية، الأب والأم والأولاد. حتى لو كان الأب والأم منفصلين أو بعاد عن بعض، فلازم يبقى في ما بينهم
زي حاله تناغم، يبقى في ما بينهم حاله استقرار، الولاد يشوفوا باباهم الام، يعني يبقى في حاله من الاستقرار العائلي، لان الام في طبيعتها هي اللي بتربي وهي اللي بتكبر وهي اللي بتطلع اولادها، فعشان يطلعوا اسوياء لازم يكونوا نفوسهم وحابين كل اللي حواليهم. من البرامج اللي بيعملها المجلس القومي للمرأة ايضا حته تثقيف المرأة المصرية وحملات طرق الابواب على مستوى مصر كلها وعلى مستوى فروع المجلس القومي للمرأة كله، ان هو بيبتدي يعمل حملات طرق الابواب وينزل للسيدات في اماكنهم وفي المناطق اللي هي الشعبيه وفي المناطق اللي فيها المفاهيم المغلوطه، ويبتدي عضوات المجلس الى جانب الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات يخبطوا على الابواب عند السيدات ويتكلموا معاهم عن مشاكلهم وعن دنيتهم وايه الحاجات اللي بتواجههم في الحياه وايه المشاكل اللي هم محتاجين يحلوها، سواء بقى اقتصاديه او اجتماعيه او ثقافيه. بيحاولوا بكل الاشكال يغرسوا داخل المراه المصريه كل الثقافه اللي تعمل على تطوير المجتمع، اللي تخليها تقدر تربي جيل وتطلع نشء يبقى هو ده. عجبني قوي يعني تكرار حضرتك للثقافه. بالظبط، يعني الام هي اللي بتثقف العيله طبعا الطفل بيطلع واخد كل ثقافته من الام، بعد كده يخش المدرسه، بعد كده يبتدي ياخد الثقافه من المجتمع، فهي اللي بتاسس وهي اللي بتربي. في طبعا عندنا مفاهيم مغلوطه كتير جدا داخل المجتمع المصري والمجلس بيحاول يشتغل عليها كلها، منها ختان المراه، منها الجهل وعدم التعليم، منها زواج البنات في سن مبكر، منها عدم وجود اوراق ثبوتيه، منها ان المراه المصريه ما عندهاش تمكين اقتصادي، يعني ما عندها، في مراه مثلا المعيله ما عندهاش مشاريع تشتغل منها او تتكسب منها، يبتدي يوفر لها المشاريع دي عن طريق وزاره التضامن، وكل اجهزه الدوله بتتضافر كلها مع بعض علشان تعمل على رفعه وعلاء المراه المصريه وتبقى في دايما هي في المكانه الاحسن وفي المكانه الاعلى المراه المصريه. اشكرك. طب وحضرتك بتكلمي عن الثقافه المصريه وعن الاجيال الجديده وان الامه بتثقف مع المؤسسات التعليميه وغيرها، فنان والشاعر عبد العزيز جويدة، لما بنتكلم عن القوى الناعمة بنتكلم عن الكلمة، والكلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة اقرأ، وبعدها المفروض أن احنا كنا يعني نزود علاقتنا باللغة العربية ونعمقها أكثر فأكثر، لكن الحقيقة أن احنا نتراجع في علاقتنا باللغة العربية. فأنا ببقى سعيدة لما بنستضيف حضرتك لأن أشعارك باللغة العربية الفصحى وما زلت متمسكا بذلك، رغم أنك أنت بتكتب بالعامية أيضا برضو أحيانا لو عاوزت تكتب بالعامية سهل، ولكن التمسك بالفصحى في عالم بدأ يتراجع فيه اللغة العربية وإحساسنا بجمالياتها، وإحنا أصلا كنا أمة بيان وأمة قرآن، فأهمية الكلمة وأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها في شكل يعني شعري أو شكل أدبي مكتوب. هو الـ يعني الـ الـ الأزمة بتتفاقم، وإحنا بنتمنى يعني طبعا اللغة العربية هي هويتنا كلنا، وإحنا لما بنفقد اللغة العربية وجمال اللغة العربية إحنا بنفقد هويتنا. إحنا اسمنا الأمة العربية، يعني بتنسب إلى اللغة. ويمكن مصر بصراحة في الفترة الأخيرة إحنا كنا بنصدر، إحنا اللي صدرنا جمال هذه اللغة إلى كل المنطقة العربية. مصر كانت دائما وأبدا المدرس الرائع الممتاز كان بيبقى مصري في كل البلدان العربية، اتعلموا اللغة العربية من مدرسين مصريين، وجاء فنانيننا العظام كملوا الرسالة. احنا كنا انا لا في اي بلد سافرتها بسمع اللهجه المصريه في الشارع، اتعلموها من مين؟ من الفنانين، من السينما والاغنيه المصريه. فاحنا بنقول ان الثقافه مشكله كبيره جدا، ويمكن احنا السيد الرئيس في الفتره لما الفتره الثانيه في الولايه قال ان في ملفين في غايه الاهميه، هما ملف الصحه وملف الثقافه. ملف الصحه حقيقه قبل فيه بلاء حسنا، شيء رائع جدا. بتمنى الثقافة تنال نفس هذا القدر من الاهتمام من الدولة، لأن أنا بقول مشكلتنا الأولى والأخيرة مشكلة ثقافية. هنتن نقول كده لغاية ما نموت. صحيح. بنقول الثقافة مش هتطلع عشماوي، مش كل دي ثقافه، كل الحاجات الوحشه، كل الحاجات احنا كنا جنون بايه؟ الحق اقتصاد الاول للارهاب والحاجات الوحشه طبعًا. الفن والثقافه والسينما والاغنيه المصريه. يعني انا بتكلم، انا سافرت مؤاخذه، سافرت كل البلاد العربيه، لما كان واحد جزائري مع واحد عراقي يتكلموا كانوا بيتكلموا بالمصري، اسهل جديد اللغه الاسهل الدارجه زي الانجليزيه من دول العالم كده، كنا احنا الاشهر. ناس حبت الشعر وحبت من الاغنيه من ام كلثوم.
المزيكا الحلوه يعني فعلا مصر ولاده ومصر مبدعه ومصر خلاقه، فلازم نحافظ، لازم الدوله تخلي بالها شويه. كانت يا استاذ سيف اهم رسائل كنتوا بتقدموها بشكل سهل وسلس من خلال اعمالكم الفنيه. خليني ارجع تاني للاستاذ عبد العزيز وليك قصيده مهمه جدا واحنا في ايام مباركه شهر رمضان المبارك عن سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، احبك يا رسول الله الحقيقه. واسمح لي شاركنا برضو فناننا مصطفى النجدي، فنستاذن حضرتك نسمع منها حاجه. هنقول جزء بسيط منها عشان فضل الوقت. اتفضل يا فندم. أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحلم في عمري أحج البيت أعتمر، ولكن حالت الأقدار وبؤس الحال، ستبقى كل أمنيتي أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي، وعند الباب وأنت تقابل الأحباب، تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمات تعطيهم بغير حساب. ترى دمعي على خدي أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردا بلا مال ولا جاه ولا أنساب. صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيلا، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد سبقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمانا حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواق. الله 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 الله
جميل. اتفضل يا مصطفى. من الشعر نعود للفن مره تانية، ومش بس الفن التمثيل ولكن ايضا الفنون الشعبيه. استاذ سيف، ايوه حضرتك فضلت فتره طويله يعني في فرقه الفنون الشعبيه. انا احد مؤسسي الفنون الشعبيه. حضرتك كنت مع جيل عايده رياض ومشيره اسماعيل كمان. كمان يعني ومشيره، اعتقد انضميت سن 16 سنه للفنون الشعبيه. كنا 16 سنه يعني في زهره الشباب اول ريعان كده. جميل. طبعا دلوقتي دي احد الايادي اللي ممكن نحارب بيها فعلا التطرف والارهاب، سواء الفنون الشعبيه طبعاً او فن التمثيل او غيره. طبعاً. شايف الاختلاف اللي حصل من جيل حضرتك وقت ما بدات وانت عمرك 16 سنه في الستينات؟ ايوه. وحتى الان ايه اللي حصل، وهل تراجع اهتمامنا بهذا القطاع، قطاع الفنون الشعبيه، وايه المفروض نعمله علشان يرجع تاني يكون سفير لينا في الدول الاخرى؟ سهل قوي. الدوله تحب الفن الشعبي، تحب الثقافه، تعرف قيمتنا. تمام. عبد الناصر عرف قيمه الفن ووقف معاه، وكان عنده في البيت فيلم صلاح الدين بيعرضه لكل الضيوف اللي عنده واصحابه. السادات نفس الحكايه. صحيح. كان بيحب التمثيل. للاسف ما اعرفش ليه تراجعنا، حرام. ربنا ادانا موهبه من عنده، شيء عظيم، كل الناس بتحبنا. احنا كنا زعماء الامه العربيه، والامه العربيه كلها حبت مصر من فنها، من ايد النعمه الطيبه، الحاجات الحلوه بتاعتنا. ليه نضيع ده؟ وبعدين احنا تاريخنا مليان، تراثنا مليان، بلدنا كبيره، عندنا 29 محافظه، كل محافظه ليها حاجات مختلفه تماما عن الاخرى. السودان غير بورسعيد، غير النوبه، غير اسماعيليه، القاهره والصعيد والفلاحين والصيادين والعمال فين الحاجات الحلوه دي؟ ونجحنا. انا سافرت العالم كله، انا عرضت على مسرح البلشوي، وعرضت على مسرح كريملي، على كل اوبرات العالم، بودابست وبوخارست وصوفيا. طب ليه ما نرجعش تاني؟ كنا حاجه مشرفه لمصر، كنا حاجه زهره حلوه، كانوا بيحبونا. في ازمه 67 وكل ده كنا بنسافر كل البلاد اللي يهود مسكنه واخويا فيهم، كانوا بيسقفونا، كنا بنقدم لهم الدبكه الفلسطينيه. ليه ما نرجعش ده؟ حرام. وبعدين عندنا شباب زي الورد، وعندنا خبراء زي الورد، ولو ما عندناش نجيب نستورد، ما فيش اي مشكله. دكتور سارت عكاشه الف رحمه ونور عليه عمل بدايه للثقافه المصريه، اكاديميه. نعم. فنون رقص، مسرح، باليه، اوبرا، مزيكا. صحيح. نضيع ليه ده؟ نفسي افهم، حد يفهمني ليه؟ فين الحب اللي كان بيننا وكان زمان؟ يعني احنا كنا طلبه في الجامعه، كانوا بيدونا اجازه عشان ننجح ونكمل الفن الشعبي ونكمل رقص ونكمل غنى. اعتقد استاذ سيف انه في جزء مهم جدا احنا افتقدناه كلنا، وهو الانتاج. الدوله تراجعت شويه عن الانتاج، مش قادر افهم ليه، الفني والثقافي والتكلفه. ربما ده السؤال اللي انا عايز اساله لحضرتك. تمن طياره او دبابه، واحنا الحمد لله جيشنا زي الفل، بيكسر اي حد. بتمن طياره او دبابه اقدر اعمل اعظم فيلم، اقدر اعظم ممثل تمثيليه، مسلسل، اقدر اعمل فرقه بحالها. احنا عندنا فرق كتيره جدا. صحيح. احنا رحنا عملنا فرق في البلاد العربيه. احنا عملنا فرق في سوريا وفي لبنان وفي الاردن وفي العراق وفي اليمن وفي السودان. المصريين هم اللي كونوها. الجزائر. طب يعني ليه ما نكملش؟ والناس بتحبنا وعايزه ده. صح. لازم الدوله، يعني حضرتك بتنادي بعوده الدوله للانتاج مره ثانيه. الحاجه العظيمه اللي حصلت دي الدوله اللي عملتها. اعتقد ان الثقافه مهمه قوي ليها الدور. فيلم صلاح الدين، وفيلم الزوجه الثانيه، وفيلم القاهره 30، الدوله اللي عملت ده. وكان القطاع الخاص بينافس الدوله على هذا المستوى العالي. صحيح. في رمسيس نجيب، وكان في كمان جمال الليثي. راحوا فين كل دول؟ اعتقد العصفور كانت الدوله هتنتجه، بعد كده لما ما انتجتوش يوسف شاهين انتجه بالمشاركه مع الجزائر. وده معناه انه قد ايه الانتاج كان ثري، وكان عندنا استعداد ان احنا ننطق عليه. كان مجرد ممثل واحد يشتغل في فيلم مصري نجاح ليه. هنا بنفتكر محسنة توفيق رحمها الله بهية في هذا الفيلم. طبعا. الف رحمه. انا عايز مصر حقيقة. صحيح. نستمتع. صحيح. بجزء من الفنون برضو، وبعدين هرجع لك مرة تانية دكتور اشرف. اتفضل نجمنا الاستاذ مصطفى. الجزء الثاني من القصيدة بتاعت الاستاذ عبد العزيز جوي. اتفضل. عملنا منها 15 رباعيه. 15 رباعيه. فدي احدى رباعيات. يعني الحان مصطفى، خلي بالك. الحان والغناء مصطفى. الحان وغناء مصطفى النجم. اتفضل. ربنا فتح عليه جامد قوي. الشعر حلو، لازم يطلع انتاج. سيره الحبيبه يا استاذ عبد العزيز. عليه الف صلاه. انا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، لأن الحب مفروض بأمر جاء. أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله،
لأن الحب مفروض بأمر جاء، وما حبي أكاذيبا ولا أهوى، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غرباء، وما حبي أكاذيبا ولا أهوى، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غرباء، أنا والله أنا والله أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله. دكتور أشرف بيغني برضو. طبعا. وصوت جميل. وعايزين برضو نسمع من حضرتك حاجة دكتور. يلا يا دكتور. جميل. ده بقى محمد فوزي. خدش حظه بقى. اشتي ايدك منك يا
وقت أدركنا والنخبة والصحبة كبيرة جدا وتستحق سهرات وسهرات. استمتعنا بيكم رموز للقوة الناعمة في أشكالها المختلفة في الكلمة وفي الفن والفنون الشعبية وفي الموسيقى والغناء والمرأة المصرية ودار الأوبرا بما تحويه من يعني إمكانات هائلة تقدم بها فن حقيقي للناس. احنا بنشكر حضراتكم ونشكر وجودكم معانا وكانت سهرة جميلة بيكم. يا رب دايما مصر تكون قوية مش بس بقوة قواتها المسلحة وبقوة أبنائها وشعبها ولكن أيضا بقواها الناعمة وفنها وثقافتها. عظيم الشرف لوجودنا احنا مع حضراتكم نجوم في كل المجالات ومقام كبير جدا. نورتونا نورتنا استاذ سيف استاذ عبد العزيز دويده الشاعر الكبير دكتور اشرف عبد الرحمن. شكرا جزيلا لوجودك. نجمنا الجميل مصطفى النجدي بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بشكر الدكتوره ناهد عبد الحميد دكتوره منى الوكيل نورتونا احسنتم ولازم تتكرر ونتمنى ان شاء الله تبقوا ضيوفنا وليها بقيه. يعني انا بقول لمشاهدينا ليها تكمله ان شاء الله عشان نستفيد ونستمتع. نختم معاك يا مصطفى باغنيه وبنشكر مشاهدينا شكرا جزيلا يا اهلا شكرا لحضراتكم. اتفضل. يا النبي يا النبي يا خدود الحلوة احبابي يا احبابي يا رموش الحلوة. وعي النبي يا النبي يا خدود الحلوة احبابي يا احبابي يا رموش الحلوة. يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. قصده الحلوة ايه قصده الحلوة. وبتميل العيون على خده وتشاهد جناينه وورده ونسايم عبير بيعدوا. لو فات الحلوة